الحكاية غاية متعة وانسجام، هذا أول الحكاية فلنستمع للكلام. الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة بالبداية وعبرة بالختام ورحلة بالزمان ورحلة بالمكان. من البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. من البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. مزيج تلك وذاك الحكاية غاية متعة وانسجام. ما الحكاية إلا مزيج تلك وذاك الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة بالبداية وعبرة بالختام ورحلة بالمكان ورحلة بالزمان. إلى البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. إلى البحار العميقة إلى أعالي الجبال نغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. كان يا مكان 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 كان يا مكان. فعلا بالنسبة لعمري الآن لك أن تعتبريه من الحواجز الصعبة، ولكن سأحاول. تختلف الأمور بين الشباب والشيخوخة أيتها الزوجة الصالحة. بالطبع يا سيدي، فكل شيء بهذه الحياة له بداية ونهاية كما علمتني أيها الزوج المخلص. تذكرين بلا شك تلك المرابع وكيف كنا نقضي أيامنا نمرح ونلعب هنا أو هناك. كنت وليا للعهد، وكان المرحوم والدك هو من يحمل شؤون الحكم ومتاعبه. ثم جاء دوري، ومنذ إذن لم أعد بالحقيقة أعرف طعم الراحة، فالحكم مسؤولية يا امرأة. نعم، أذكر كيف كنت تقضي الليالي ساهرا تشارك وزيرك ومستشارك في حل بعض المعضلات للناس أو حتى لمعالجة أمور تجارية أو معيشية أو... لا عليك، أفكر بترك الحكم. ماذا؟ تترك الحكم؟ لمن؟ لأحد أولادي، كما فعل أبي معي وكما فعل جدي مع أبي. ولكن عندك ثلاثة أولاد. لن أتبع الترتيب المتعارف عليه، بل سأترك الحكم لأفضلهم سواء الأكبر أو الأصغر فيهم. وكيف تقرر من الأفضل فيهم؟ السلام على مولاي الوالي وحرمه. وعليك السلام أيها الوزير المستشار، جئت في وقتك. طوع أمرك يا سيدي. كيف أقرر الأفضل بين أولادي لأترك له حكم البلاد
أريد أنفعهم بالناس وأعدلهم في الحكم. وتريدني أن أدلك على أحدهم بشهادة من عندي؟ ليس تماما أيها المستشار، ربما لك رأي آخر بالأمر. ألا ترى معي يا مولاي أن الوقت مبكر لمثل هذا الأمر؟ فما زلت ولله الحمد بكامل صحتك. ومع هذا أحب أن أكتشف منذ الآن من هو الأفضل بين أولادي. ما رأي مولاي أن يستلم حكم البلاد كل واحد من أولادك مدة أسبوع، نترك له حرية التصرف ونرى ما سيكون من أمره؟ هذا رأي صائب. على أن تبقى أنت كوزير ومستشار إلى جانب من يحكم خلال أسبوعه لتصحيح بعض الأمور إذا ما تجاوز المكلف حده. سمعا وطاعة يا مولاي، رغم أني أميل إلى تركه يتصرف حسب رأيه وأتدخل أنا عند كبار الأمور فقط. حسن، ادعو الأولاد جميعا إلى مجلسي غدا أيها الوزير. سمعا وطاعة يا مولاي. وهكذا ارتأيت مع وزير مصطفى أن يتسلم كل منكم إمارة البلاد مكاني ولمدة أسبوع، وهو حر في التصرف بما يفعل شرط أن يحقق العدل بين الناس ويحافظ على متطلبات الحكم واستمراره. وسأكون إلى جانبه مدة الأسبوع، ولن تتبدل صلاحياتي كما مع الأمير، فعلي إسداء النصح عند الحاجة. ولدي حمد، اقترب. أنت منذ الآن أمير هذه البلاد ولمدة أسبوع. يا وزير مصطفى. أمر مولاي. من أول شروط الحكم المحافظة على حياة الحاكم، أليس كذلك؟ لا شك بذلك، وها هم حرس أبيك تحت السلاح دوما وأبدا في سبيل ذلك. لا، حرس أبي لأبي، أريد حرس الخاص، وسأنتقيهم بمعرفتي من أصدقاء المخلصين، وسأملي عليك أسماءهم فيما بعد، وأرجو أن تستدعيهم وتصرف لهم ما يكفي من الأموال واللباس، أعطهم إضافة للأسلحة. سمعا وطاعة يا مولاي. أين الكاتب؟ هل يرغب مولاي في إصدار فرمان؟ فرمانات يا وزيري، فرمانات. حسنا يا مولاي. أيها الكاتب. أمر مولاي. جهز القرطاس والقلم. وهذا فرمان زيادة الضرائب على البضائع والحاجيات والأشخاص والمولودين حديثا. ماذا؟ ضرائب على الأشخاص والمولودين؟ نعم، وقد دعاها الوالي الجديد ضريبة حماية. أليس الفرد في حماية الدولة؟ عليه أن يدفع إذن ضريبتها، وكذلك المولود. لنرى ما سينتج عنه خلال هذا الأسبوع. ما زلت أقدم لك فرمانات يوم واحد لا أكثر، وهذا هذا فرمان بالاغتسال مرة واحدة في الأسبوع حفظا للماء من التبذير. أيتدخل في نظافة الناس أيضا؟ لا أريد أن أزعجك كثيرا يا مولاي، ولكن فرماناته لا نهاية لها،
كما لا معنى لها اللهم إلا التضييق على الناس واختبار طاعتهم، ذلك حسب رأيي. زدني بأغرب فرمان لامتحان طاعة الناس. أن تمشي الدواب على الأرصفة والناس في عرض الطريق، أما المخالف فله السجن أو النفي أو مصادرة الأموال. ترأب بالناس يا مصطفى، وليكن الله في عونهم خلال هذا الأسبوع. سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة. يا ويلي ويا سواد ليلي، يا ويلي ويا سواد ليلي، من لي بهذه المصيبة؟ من يسعى لمقابلتي مع الوالي وله الأجر والثواب عند الله؟ من لي بنصرة الحق؟ ما بك يا رجل، ولما هذا الصراخ؟ أرجوك أرجوك أيها الحارس العدل، فرصة فرصة أقابل بها الوالي، ربما ينصفني من ظالمي. يا ما شاء الله، تريد أن تقابل الأميرة دفعة واحدة؟ ألا ترضى بمقابلة الوزير مثلا؟ وماذا يمنع من مقابلة الأميرة؟ كنا نقابلهم متى نريد. ذاك الأمير السابق، أما الآن فأنت في ظل الأمير الإب. لعلك لم تعرف بذلك؟ وما الفرق؟ الأمير هو الأمير، سواء الأب أم الإبن. أريد أن أعرض مظلمتي، أرجوك. أنت غبي حقا أيها المواطن، ذاك عهد وهذا عهد. يجب أن تشعر بتبدل الأمور. ما معنى التغيير والتطور إذن؟ حسنا حسنا، لمن أشكو مظلمتي إذن؟ لمن؟ اسمع يا رجل، تتقدم بمظلمتك مخطوطة إلى مكتب القاضي، وهناك عندما يأتي دورك يجري التحقيق في صحة الشكوى. فإذا ما اقتنع القاضي أحال أمرك إلى المحتسب لدفع الرسوم المترتبة على تحقيق الشكوى، ثم يحيلها المحتسب إلى مكتب وزير الأمير ومستشاره ليجري التحقيق في ذلك، أو ليعرضها على الأمير. وفي كثير من الأحيان يحكم لك بها، إذ لا وقت لصغار الأمور عنده هذه. بارك الله بكم وبأميركم، ولقد أغناني الله من عنده وسمحت ظالمي. السلام عليكم. السلام عليكم. عفوا يا سيدي، ولكن إلى أين؟ إلى الأمير، أشكوه أمري. ولكن ما هي دعواك؟ إرث اختلفنا عليه أنا وأخوتي وأخواتي منذ سنين، وقد سمعت أن الوالي أخذ مركزه مؤخرا، فلعل وعسى. في هذه الحال سيبقى إرثك ليوم القيامة، فالأمير الجديد لا ينظر بمثل هذه الأمور. كيف وجدت الحكم يا حمد؟ هو من أبسط الأمور، ما عليك إلا أن تأمر فتطاع وتجري الأمور على عواهنها. على فكرة كل إنسان يعرف ما هو المطلوب منه. وكيف حكمت أنت الناس؟ أخذت الناس بالحزم والشدة، وأحطت نفسي بحراس أقوياء ذوي هيبة مقطبين لكل الناس عابسين. وكيف استجاب الناس لأحكامك؟ أحكامي؟ أنا لم أصدر حكما أبدا، تركت هذه الأمور لصغار الموظفين، إنهم أقدروا على معرفة الناس مني، فأنا الأمير وعلي أن أترفع عنهم. حسن، انتهى دورك الآن يا حمد، وجاء أسبوع أخيك أحمد. اقترب يا أحمد، أمرك يا أبي. لقد بدأ حكمك الآن يا أحمد لمدة أسبوع. لقد سمعت بما قام به أخوك خلال أسبوعه. نعم يا أبي، لقد سمعت وعرفت. عليك أن تأخذ عبرة من حكمه. لا عليك يا أبي، ستجدني إن شاء الله حاكما ذا مكانة، حريصا على الحكم والناس. الفرمان
واحد. هل ينوي مولاي إصدار أكثر من فرمان اليوم؟ في الحقيقة لا أعرف أيها الوزير، ولكنني سأتذكر وأنا أقول الفرمان الأول. ما رأي مولاي أن تذكر الأمور التي تريدها أن تصاغ في فرمانات بحيث يقوم الكاتب بتدوينها كملاحظة، ثم نقوم بإعدادها وصياغتها حرصا على وقتكم الكريم؟ أحسنت أحسنت أيها الوزير، إن والدي على حق عندما عينك مستشاره الخاص. نعم، والآن الفرمان الأول. تحدد فيه بروتوكولات التهاني التي ستقدم لي بمناسبة تولي الإمارة، ولا يسمح للمهنئين الحضور للتهنئة بدون هدية قيمة ومواعيد محددة. ربما البعض يا مولاي لا يملكون الهدايا التي تناسبك يا مولاي. هذا صحيح، إذن لا داعي لتهنئتهم لي ولا داعي لضياع الوقت. مفهوم مفهوم يا مولاي. والفرمان الثاني، الفرمان الثاني. أما الفرمان الثاني لتنبيه أغنياء البلد وتجارها وملاكها أن الوالي من محبي الولائم الطيبة والترفيه عن النفس، ويحبذ إقامة الأفراح بكل مناسبة. الفرمان الثالث، الفرمان الثالث. أما الفرمان الثالث على من يحظى بمقابلتنا إذا سنحت له الفرصة أن يبتعد ما أمكن عن ذكر المنغصات كالموت والمرض والأوبئة والمجاعات وما إلى ذلك. حاضر حاضر يا مولاي. وكذلك كثرة الكلام عن المظالم والفقر والمتاعب والأمور التي تسد النفس، فأنا لا أحب لنفسي أن تسد أيها الوزير. معك حق يا مولاي، فأنت الوالي، والوالي يجب أن يترفع عن مثل هذه الأمور التافهة التي تهم الرعاة. اكتب. أعرف كم أنت محبط، فولدنا الأول حمد قد فشل فعلا في تجربته في الحكم ذات الأسبوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى كيف فهم الحكم؟ كما تصرف تماما، حسب أنه ذو سلطان بحق أو بغير حق على الناس أجمعين، وظن أن الحراس والحجاب وأصدار الفرمانات وإجبار الناس على التصرف بأمور غير طبيعية هي من سمات الحكم القوي. ماذا تريدين أن تقول أيتها الزوجة الصالحة؟ هل الفكرة من أساسها غلط؟ لا، أنا لم أقل ذلك، ولكن الأولاد لم يؤهلوا بعد. لابد أن يحكم أحدهم من بعد. إذن عليك أن تدربهم أولا. هو ذلك، ولكني أثرت على نفسي أن أعرف مفهومهم من الحكم وكيف ينظرون إلى هذه المهمة. لا تيأس، ما زال أمامنا أحمد ومن بعده محمود، ولا بد أن أحدهما سيكون أفضل. السلام على مولاي الأمير. ما الأمر يا مصطفى؟ أحمد يا مولاي. ما به أحمد؟ هل جرى له مكروه؟ لا سمح الله، ولكنه يرفض استقبال سفير دولة عمك البديع بحجة أنه لا يحمل له هدية ثمينة ولم يستأذنه قبل ذلك. مولاي، الزوار والمهنئون. أمر مولاي.
تفضلوا تفضلوا. عبد الله الطراز شيخ كاري الطرازي. هذا ثوب من قماش مطرز بخيوط الذهب، أرجو أن يتقبلها مولاي بمناسبة توليه الإمارة. ليمنح عبد الله الطراز وسام التطريز الأعلى في البلاد. شكرا يا مولاي. تحفة نادرة في صياغة الذهب، قدمها أنا شيخ الصاغة لمولانا بمناسبة توليه الولاية. يمنح شيخ الصاغة أرضا يختارها هو ليقيم عليها سوقا جديدة للصياغ تعود على البلد بتجارة رابحة. هذا صك بمنحة مولانا الوالي. الشكر لك يا مولاي. أنا سلحدار الولاية وصاحب أكبر مصنع للسلاح، أقدم هذا السيف النادر لمولانا والي الولاية الجديد رمزا لحمايته لنا. هذه الرسالة بخط يدي لأهديها لأجمل هدية تقدم إلي، وها هو السيف أجملها. إليك هذه الرسالة عربونا لمحبتي وتقديري. شكرا لك يا مولاي. الشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟